فانت مشرفنا النهارده بجد، خليك. ويمكن اول فنان يشرفنا في البيت الحقيقه، اول فنان لله. في البيت الكبير ده. اه ده حقيقي، اي فنان، ومش اي فنان بصراحه، ده فنان كبير وعاشق للاهلي وعاشق للفنانه الحمراء. وانا سمعت لك حاجات كتير قوي 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 بتتكلم فيها عن الاهلي بطريقه مش بس واحد بيشجع يا هاني، مش بس مشجع، لا انت يعني ده من قلبك قوي، موضوع من قلب فنان بيومي فؤاد من جوه. انا يعني من لما كنت طفل صغير، لما كان بعد شر يعني الاهلي يتعادل والمفروض ما يتعادلش، الاهلي يتغلب والكلام ده، والله لا بنتغدى ولا بنتعشى وعياط والكلام ده. من بعد ما كبرت بقت مراتي تبعد عني تماما لما يحصل حاجه في الحاجات ديت، لدرجه اني لما ازعلها في حاجه تقول لي ما بلاش هدع على الاهلي، اه ماتش الاهلي قرب، رغم اهلاويه بس ما بلاش والله ما اعرفش كذا، والله انا اقسم بالله يعني تلاقيها بتاخدها بجد بقى يعني جدا. الموضوع كان بجد جدا. وامي رحمه الله عليها، الله يرحمها، انا واخويا الصغير اهلاويه واخويا الكبير زملكاوي، فكانت دايما تدعي ربنا في ماتشات الاهلي والزمالك ان الاهلي يكسب، واخويا الكبير قاعد جنبها، لانه العائل هو العائل، انما احنا المتخلفين احنا الصغيرين اللي هنعيط ومش هنتغدى واليوم هيبقى زي الزفت ومحدش يجي ناحيتنا وحاجات كتيره كده. فكانت تقعد تدعي ربنا يا رب انصر الاهلي يا رب يا حبيبتي طول ما هي قاعده. والله العظيم عشان عشان الولاد الصغيرين. اه بالظبط. طب الحب ده جه منين؟ الحب الاهلي ده جه منين؟ ما في حاجات كتير كده جدا زي ما بتقولي يعني ما تعرف لهاش سبب. حب بيجري في الدم زي ما بيتقال. قاعدين من وانا طفل صغير وكنت بتفرج على ماتش، ما كانش ساعتها بقى لا اعرف ميول ابويا ايه ولا اخويا ايه، لان في ناس كتير قوي بتطلع لاهلها. يعني انا اطلع زملكاوي عشان ابويا زملكاوي، انا اطلع اهلاوي لان ابويا اهلاوي ولا الكلام ده، لكن ما كانش لسه في ميول خالص، ولا ابويا بيكلمنا في كوره ولا في اي حاجه من الحاجات دهيت. وكنت دايما بحب اتفرج على الماتشات، وانا عيل صغير كنا بنلعب في الشارع، كنت لعيب جدا. سيبك بقى من المنظر اللي انا فيه دلوقتي. كنت بتلعب ايه؟ كره قدم. ما انا فاهمه. لا كنت بتلعب مركز ايه؟ لا في الشارع ما فيش مراكز بقى هاني، يقول لك في الشارع كله بيجري في كل حته يعني. لا ما فيش بالظبط الموضوع عامل ازاي يعني. بالظبط. وكانوا بيتخانقوا لما يجي الكبار بقى عشان انتوا هتمشوا لا يعملوا التقسيمه. كان يجي مثلا حد يقول لك ايه وخدت بيومي، يقول لك لا ما انت خدت اشرف تبري بيومي. هم بيقسموها كده فعلا. بس خدت فلان لان ده لعيب مثلا هو كمان. ما تاخدش الاثنين دول وتسيب والاثنين ما اعرفش كذا. وكنا بنلعب في الشارع في الزمالك، وكنا بنروح مركز شباب الجزيره كل يوم جمعه، ونقعد نلعب من الصبح لغايه بعد صلاه الجمعه بشويه، لغايه الساعه 3 مثلا الكلام دوت بنتقتل يعني. وما انساش مره رحت لعبت في المنصوره، سافرنا خدنا قطر والكلام ده ورحنا اللاعب ناس بقى اللي هم صحابك فين يعني، صحابك في الحته لا ولا لا كان في حد معانا جارنا في الزمالك اخوه متجوز من المنصوره، فراح هناك فبيتكلموا ما عندكمش فرقه تلعب مش عارف بتاع ايه، فراح جاي مسخنا وقال لك العيال هناك بيجروا جاي. ايوه الفرقه دي انت عاملها ازاي ولا مع مين يعني؟ الفرقه بتاعتنا بتاعت الحته. ايوه من ده اللي بتكلم عليه. ولاد الحته ولاد الحته. تمام. كنا بنروح نلعب هناك، وكان في ارض في الزمالك قبل ابو الفدا بشويه كنا مسمينها ارض الصين عشان عند سفاره الصين فاضيه، كنا مسمينها ارض الصين فاضيه وبنعمل الاجوان وكل الكلام ده وبتاع، وكل شويه الشرطه تجري ورانا طبيعي عشان عشان السفاره بتشتكي ولا الكلام ده ولا مش عارف ايه. انا عايز اقول لك ان الابواب بتاع مدارس بورسعيد رغم ان البابين كده مش في وش بعض، لا البابين كده كده، كان ده باب بتاع فرقه وده باب بتاع فرقه، واللعب كان بيبقى كده. ده انتوا بتلعبوش ده الملعب الغريب لاقيين الملعب اليوتيرن كان الباب بتاع مدرسه بورسعيد ده هنا في شارع احمد حشمت، والباب الثاني هنا اهو، فهنا فرقه وهنا فرقه وهنا لا هي بالظبط 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 هنا فرقه وهنا فرقه بالظبط هنا في حارس مرمى وفي هنا حارس مرمى. والله العظيم ثلاثه. والباب دوت فضل نلعب عليه سنين، وهم ابناء يوم الجمعه ويوم السبت لما يبقوا اجازه وهيتجننوا الباب ده بيبوظ ليه؟ الحديد بتاعه بدا يعمل كده على زبينه كويس كويس بتعمل كده والكلام ده بس